السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. برحب بكل المشتركين معايا في القناة، وكمان برحب بالمشتركين الجداد معايا، بقول لكم أهلا وسهلا بيكم، وبقول لك لو أنت لسه جديد وأول مرة تشوفنا اتفضل اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. هنقول دلوقتي القراءة العامة لمواليد برج الأسد. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا برج الأسد. برج الأسد، انت محتار، شايفة الطاقة بتاعتك محتار ومتلخبط وتايه الفترة دي، ومش عارف تقيم أي حاجة بشكل كويس أو بطريقة مظبوطة. كمان شايفة بعضكو عنده حيرة بين شخصين، مش عارفة ايه حكاية الحيرة بين شخصين. برضو برج الحمل كان عنده حيرة بين شخصين. انت عارف انت محتاج ايه؟ انت محتاج تبعد وتقعد مع نفسك وتبص على مشاكلك والحاجات اللي انت محتار فيها، تبص عليها من بره. محتاج تخرج بره مشاكلك عشان تقدر تحدد انت عايز ايه، زائد انك ممكن تستشير شخص انت تعرف ان عنده حكمة عشان يقدر يفيدك. ولو مفيش يبقى انت اللي لازم تخرج نفسك من الحالة دي. تخرج نفسك من الحالة دي بالطريقة اللي انا قلت لك عليها. لو خرجت بره المشكلة وشفتها من فوق او شفتها من نظرة اعلى، هتقدر تحلها، هتقدر تشوف كل جوانبها، ما تحطش نفسك جوه. بعضكم هينهي علاقات، والشهر ده بالذات العلاقات السيئة والمؤلمة والسامة. انا شايفاك هنا مش قادر، في حاجة لازم تنتهي بس انت مش قادر تنهيها، هي فعلا فيها عوائق كتير. شايفاك كمان، شايفاك خايف من خسارة ما تقدرش تتحملها بعد كده. لكن الانسحاب والتفكير من بعيد بنظرة شاملة هتقدر تاخد القرار ان شاء الله. انا شايفاك عندك هموم، عندك هموم كتير قوي غير العاطفة، ومسؤولية كبيرة. شايفاك شايل مسؤولية كبيرة وتقيلة، وبالذات المشاكل المادية. رغم اني شايفة ان وضعك المادي ابتدى يتحسن، وبقول لك ان بشوية جهد انا شايفة ان شاء الله يتحسن للافضل او للوضع اللي انت بتتمناه. انا شايفة مسؤولياتك واللي انت عايز تعمله، ممكن نقول ان هو اكبر من الدخل اللي بيجيلك، لكن انا شايفة ان انت رايح لتحسن للافضل ان شاء الله. شوية مجهود بس كده. برج الأسد فيه حب كتير شايفاه حواليك من كذا شخص في محيطك، بس وكأنك مش ملتفت ليهم خالص. لكن احتمال الشخص اللي في بالك يعترف لك بحبه خلال الفترة دي. أنا شايفة بعضكم في وضع حب صامت، ممكن يكون في اعتراف أو تلميح خلال الشهر ده. كمان أنا شايفة إن الحب ده فيه شوية عوائق، في حاجات تمنع انه يحصل ارتباط. في شوية عوائق، على قلق، على خوف من رد فعلك. يعني الطرف التاني ده احساسه ان في عائق كبير موجود في العلاقة، هو كمان عنده قلق وخوف من الاعتراف بالحب ده، خايف من رد فعلك انت. كل ده احساس الطرف التاني. زي ما قلت، الطاقات الموجودة في القراءة، شايف الطاقة المائية، نارية، هوائية. طبعا الطاقة زي ما قلت قبل كده هي غير البرج. الطاقة يعني ممكن حد يكون مائي بس طاقته نارية في الفترة دي. برج الأسد كمان في الفترة دي احذر من الخبثاء الحاقدين في محيطك وفي العمل وفي بيتك. خلي بالك من اي مكتسبات او انجازات حققتها. عايزة اقولك ما تتعاملش بسذاجة ولا بحسن نية مع ناس انت عارف انهم مش بيحبولك خير. مش بحسن نية ان انت تسيء الظن بالناس، لا، لكن زي ما قلت او في وصفها في الاول، ان هي ممكن تتعامل بشوية سذاجة، او انك
انك المشاكل اللي عندك كمان ممكن تخليك ما تبصش حواليك كويس، او ما تشوفش مين بيحب مين بيكره كويس. قلت لك قبل كده انك محاط بغيرة ومحاط بحسد بسبب نعم ربانية ربنا وهبها لك، يعني انت مالكش ايد فيها. حاول تصفي ذهنك، تبعد عن اي افكار سلبية، علشان لو حبست نفسك في افكارك دي مش هتقدر تاخد بالك من حاجات بتحصل حواليك. حاجات بتحصل حواليك ممكن تضرك. نرجع للناحية العاطفية، نعرف الاول طاقتك العاطفية. انا شايفاك عندك حماس في البداية جديدة، لكن شايفة حيرة. ممكن انت مع حد وبتفكر في حد تاني بسبب بعد الطرف اللي انت معاه او تجاهله لمشاعرك. انا شايفة تفكير في الشخص ده من ناحيتك. اولا هي في الغالب هتكون علاقة زواج او علاقة قوية استمرت لسنين. هو بيشوف فيك صفاتك يا برج الاسد، يعني هو شايف فيك كل صفاتك، بيشوفك قوي، بيشوفك قائد، بيشوفك عندك كاريزما عالية، كمان بيشوفك ناجح في حياتك او بتعرف ازاي تنجح في اي حاجة انت عايز تعملها. اللي مش بيعجبه فيك، ثواني، انا بقولك هو فعلا بيخاف منك. اللي مش بيعجبه فيك هو انك ممكن تنهي العلاقة في اي وقت برغم الحب الكبير اللي بيشوفه منك، لكن مش بيطمن لك. انت عند اي خطأ ممكن تهد المعبد على اللي فيه. هو بيشوفك عامل كده. كمان هو بيشوفك مزاجك متقلب، يعني ودي فعلا طاقتك يا برج الأسد. طب نشوف ايه اخبار العلاقة. انا شايفة العلاقة فيها زعل كبير، في علاقات عند بعضكم طبعا، شايفة في علاقات فيها زعل كبير ومشاكل كتير عند البعض، انفصال. شايفة في احساس بالندم، يعني بصراحة انا شايفة احاسيس الزعل كتير قوي، كأن اللي حصل ما كانش سهل او فضل يتراكم او تتراكم احداث كتير مرت بالعلاقة دي لحد ما بقى الموضوع كبير كبير في قلبكم انتوا الاتنين. انا شايفة ان انت اللي مجروح، هو كمان زعلان، بس اعتقد ان هو اللي زعلك بسبب ان شايفة السيوف في قلبك انت مش هو. للبعض احتمال وجود طرف ثالث، بس ممكن الطرف الثالث ده زي ما شفت في الاول، ممكن الطرف الثالث ده عندك انت يا برج الاسد. لان في بداية القراءة زي ما قلت لك انا شايفاك ان انت اللي محتار بين شخصين، بس هنا في الكارت ده بيقول لك ان الامور هتتحسن، وان ان شاء الله الحزن اللي انت حاسس بيه دلوقتي هيروح مع الوقت. الطرف التاني هو حاسس ان هو مهزوم مهزوم وتعبان قوي. ده بالنسبة للمنفصلين. طب ثواني نشوف هو يعمل ايه. انا شايفة هنا اللي ظهر لي هو شخص مخادع عند البعض طبعا، يعني كل حد عارف القصة بتاعته ايه. انا شايفة هنا ان انت اتعاملت مع شخص مخادع، هو خدعك اكتر من مرة، وبعدها هو بعد، يعني بعد ما خدع اكتر من مرة بعد. وتقريبا بعده ده لانه حاسس ان شكله بقى وحش قوي، يعني ما عندوش حلول ولا عنده حاجة يقدمها لك. انت نوعا ما شايفك يا برج الاسد اتعودت على الوضع ده او اتعودت غيابه، يعني انا شايفة الالم اللي كان في البداية ابتدى يقل. بعضكو شايفك وجهت تفكيرك لحاجات تانية، يعني شايفك ابتديت تحقق حاجات تانية، ابتديت تحقق منها انجازات، ابتديت تحقق منها نجاحات. بعضكم ممكن وجه طاقته وافكاره لبزنس، ممكن بزنس قدرت تنجح فيه. لكن من وقت للتاني لما بتفتكر بتتعب.
انا شايفة لبعضكم الحبيب عايز يرجع، بس انا شايفة هنا عنده طاقة خوف عالية جدا، هو خايف، ولو مش متجوزين هو عايز يتجوزك. هو في دماغه مستعد يعمل اي حاجة عشان تقبله. انا شايفة عند البعض هو غدر بيك وهو اتغدر بيه. هو كل تفكيره في الطريقة، يعني في الطريقة اللي هو يرجع لك بيها، يتكلم ازاي، يجيبها ازاي، يقول ايه. هو واثق انك مش هتصدقه تاني، ممكن يكون خداع حصل اكتر من مرة، هو واثق ان انت مش هتصدقه تاني، بس هو بيحاول يلفت نظرك الفترة دي، يلفت نظرك ليه بطرق تانية، لاني شايفاه بيحاول يبينلك انه كويس، انه بقى ملتزم. مثلا لو ما كانش بيشتغل يبينلك ان هو بقى بيشتغل، لو ما كانش ناجح يبينلك ان هو بقى ناجح، بس بطرق غير مباشرة، ممكن عن طريق السوشيال ميديا، او عن طريق ان حد يوصل لك اخباره، المهم هي طريقة مش مباشرة يعني. بس انا شايفة كتير منكم باصص لقدام، مش عايز يرجع للماضي تاني، بالعكس انت عايز تنهي، يعني عايز تنتهي من الماضي خالص. انت من الواضح عندك منه مشاكل نفسية، في مشاكل نفسية قوية حصلت عندك يا برج الأسد، انت عايز تستشفي منها، وكأنك بتعيش سعادة مزيفة، يعني بتضحك بس مش من قلبك، بتفرح بس مش من قلبك، عايش في سعادة مزيفة يعني، عشان تطلع من الحالة النفسية السيئة اللي انت فيها. ثواني نفتح هنا نشوف اللي فيه ما بعد ايه. برج الأسد اتفاق الخير، يعني ما شاء الله اتفاق الخير، انت عندك فرحة حقيقية مش مزيفة، بقى عندك فرحة حقيقية جاية. كمان انا شايفة الناحية العملية في تقدم وتميز ونجاح، شايفة انك بتستعيد نفسك تاني، لكن الناحية العاطفية انا شايفها منقسمة الاتنين، زي ما قلت الناحية العملية انا شايفة فيها نجاح وتقدم متميز كبير جدا ان شاء الله في الفترة اللي جاية. العاطفية زي ما قلت منقسمة الاتنين، بعضكم في انفصال، والبعض في علاقة ثلاثية او محتار بين شخصين، وهنتكلم عن الحالة العاطفية لبرج الأسد بالتفصيل في فيديو منفصل إن شاء الله. كمان شايفة بعضكم بيفكر في السفر. أنا كمان هعمل لك الناحية الصحية، الناحية الصحية لبرج الأسد، بعضكم عنده مشكلة في الرقبة من الخلف، من الناحية اليمين، عضلة الرقبة، ده عند البعض طبعا منكم عضلة الرقبة بتألمك جدا، ممكن ما بتعرفش تنام منها. كمان بعضكم عنده مشكلة مش الصدر، القفص الصدري نفسه، بتحسوا ان العظم بتاعه نفسه هو اللي بيألمكم، بس انا شايفاها مشكلة بسيطة، يعني ممكن بسبب تكييف، بسبب جو، بسبب حاجة زي كده، مشكلة بسيطة، لكن ممكن البعض لو عايز يستشير طبيب يستشير طبيب عشان يطمن على نفسه اكتر. هسحب 6 كارت طاقة عامة ليك يا برج الأسد، ودي هدية مني ليكو، لكل برج يعني هشوفه، هدية مني ليكو في القناة القراءة بتاعت الشهر ده، وهعملها مع كل الأبراج بإذن الله. برج الأسد بإذن الله إن شاء الله بعد مرور شهر عندك نصر وعندك استقرار، بس نقول يا رب، وننظف الطاقة حوالينا ونبعد عن الأفكار السلبية. هيحصل عندك بعد الشهر ده إن شاء الله بإذن الله تغيرات إيجابية في نواحي كتير في حياتك. و
والموضوع هيعلى بالتدريج، يعني بالتدريج هيعلى للأفضل والأفضل والأفضل إن شاء الله. عايز أذكركم بالصدقة، الصدقة يا برج الأسد، لأي حاجة عايزها تتم في حياتك تصدق، ودي عن تجربة شخصية. في الفترة اللي جاية برج الأسد أنت هتكون سيد قرارك، هيكون عندك قدرة إنك أنت اللي توجه الأوامر والكل هيكون بيسمع. من الواضح عندي هنا إن مر عليك وقت كنت فيه ضعيف، كنت فيه ضعيف وبتحس بالقلق والخوف، وده خلى ناس تتدخل في حياتك أو يكون ليها كلمة في قرارات مصيرية تخص حياتك. الفترة اللي جاية مش هيحصل ده تاني، أنا شايفة إن أنت اللي هتحدد كل حاجة تخص حياتك، أنت اللي هتاخد كل قرارات تخص، كل قرارات مصيرية تخصك في حياتك. بعضكم كمان شايفاه في انتظار مولود جديد أو احتمال حدوث حمل بإذن الله. كمان دخولك على مرحلة جديدة تماما في حياتك. كمان برج الأسد من دلوقتي والآخر السنة احتمال عندك دخول شخص جديد في حياتك، ممكن يكون صديق، ممكن يكون حبيب. الشخص ده هيساعدك انك تتخطى حاجات كتير سيئة حصلت لك في حياتك، وممكن تكون كنت تعرفه قبل كده وبعد، ويعني بعدتوا عن بعض وهتشوفوا بعض تاني. كمان ممكن اقولك انك عندك اتصال، عندك اتصال سريع او خبر سعيد انت مش متوقع بإذن الله، بإذن الله. بالتوفيق ان شاء الله، واستنوني في القراءة العاطفية لمواليد برج الأسد في الفترة اللي جاية، وما تنسوش الاشتراك في القناة. شكرا للمتابعة، برج الأسد.